شو قلت؟ بيجو يو شو قلنا عم نحكي حصة؟ قاعدي مو معي. هلا خلصنا من قصة الإسوار والولد البري، عطيها من وقت يقلك ما بتعطي لأهل الحارة. شو بدي؟ بدي نروح على بيروت نشق على ابنك ونحن راجعين نمرق على طرابلس نجيب جميلة ونجي. جوزة بده يروح يجيبها، قال له لا تروح أنت أنا بروح، لجو قدر الغلبة. أنت اسأله شوف شو بيقول لك. دايمة لبرا هيك؟ على جوجل وين بدي روح؟ يا عمو قلت لك ما حيوافق، إلك كل فني بتطلق كلمة. وأنت ما لقيتي تحاكي إلا هلا؟ لا كان أنت بدي أقول له حشية أمي حشية يعني بس يكون شرب كاسة الشاي وغير أوعيه وقعد ارتاح قولي له. أيوه مشان يعصب ويحرق. مرحبا ساكو كل شيء؟ أهلين أهلين سلام سلام عليكم صلاح طلاب أهلين